خوتي السلام عليكم، تبارك الله عليكم، تحياتي للجميع. كنحيي جميع المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، وخاصه متتبعين قناه باشا الامراني. كنقول لكم مرحبا بكم، واحد التحيه بحال دائما للجاليه ديالنا المقيمه في الدول الاوروبيه وجميع المغاربه المقيمين في العالم. ودائما كنحيي كل اللي كيتفرج فينا واللي كيدعمنا واللي كيكتب هذيك التعاليق بالكلام الطيب، راه كنشكركم عليه. اليوم اخوتي نعاودو واحد القصه اللي بحال القصص ديالنا اللي عندهم علاقه بالمافيا والجريمه والكوكايين. هاد القصه اليوم بواحد الشخص، واحد ما نقولو شي مراهق، يعني واحد الشخص عمره 22 23 سنه في العمر ديالو، كان حرك حرر اوروبا. المهم الهدف ديالو وصل بلجيكا، وصل بلجيكا ومشى لواحد الحي اللي هو الحي المولمبيك يعني في بروكسل، وعنده واحد العائله ديالو تما اللي هي خالته، وعندو الراجل دخلته، وعندو واحد بنت خالته، واحد بنت يعني نقولو حنا مطلقه. حنا كنوضح الامور كما هي باش نعرفو القصه كيفاش ماشا. المهم ديك خالته الله عمرها سلعه، استقبلاتو فرحو به، دخلون عندهم وكلو شربو، يعني جبار الحمد لله فين يتخبى، لان الانسان اللي كيمشي حارق راه بزاف ديال الصعوبات كيبقاو من بينها، والانسان كيبقى مشرد ما كيجبرش اللي يهزو. ومع الاسف كتجبر بزاف ديال الاشخاص اللي عندهم العائله ديالهم اللي كيكونوا في المغرب، كيقول لك غير اجي نهزوك نعملوا لك نفعلوا لك، وملي كيوصل بصح كيعطيوها بالظهر اولا كتشوفوا على التليفونات الا ما رحم الله. وهذه القصه ديال اليوم قبل ما ندخلوا التفاصيل ديالها، انتم بحال دائما اللي عجبتكم شي حاجه ديالنا بارطاجيو، وعملوا لنا ابوني وتكون على زر الاشتراك باش دائما يوصلكم الجديد، وعملوا لايك وجوجمون وكملوا هذا الفيديو حتى الاخر، يعني حاولوا القصه تفرجوها حتى الاخر وتفهموها، ودائما تشجيعا منكم. قلنا الشخص هذا بعد ما حرق وصل بروكسل مشى عند العائله ديالو، يعني قلب عليهم في محل مولمبيك ولقاهم، فرحات بها خالته، فرح بها راجل خالته، بنت خالته. المهم جبر المأوى، عاش بخير الحمد لله بخير، احسن بزاف ديال الاشخاص اللي كيمشيو حارقين. المهم دارت الايام، بقى شي ايام تما معاهم. المهم شحال يقولوا له هو بدو هاديك الفكره ديالنا، سني قال لك يا ودي يعني عندهم بنت هاد الجيراني مطلقه، عاد ما تجوزشي بها، حتى هي بنت خالتك وكدا، وربما هي عاوتاني معاك مجنسه تما، وهادي يعني تقدر تلقى واحد السهوله في تعدل الكواغط ديالك. تما كتعرف الانسان اللي كيطلع على برا وكيجوز شي بنت مثلا مجنسه كيعدلو له الكواغط، ولو بعد عامين ولا ربع سنين ولا خمسين، المهم هما كيعرفو المده القانونيه. المهم اللي كتجوز شي بنت كتعدل الكواغط، حسن ما تبقى لك غير تلاجوج. بحال بزاف ديال الاصدقاء كنعرفوهم بلجيكا، كاين اللي كمل 10 سنين و 15 عام وباقي لك غير لا والو. المهم كان الطموح ديالو هو هادو، الفكره هادو، ومع العائله ديالو قبلاتو بان عاوتاني عدي بنتهم، وهادي الامور بقات مزيانه. قال لك شني؟ قال لك غندبروا له الخدمه. مع من غادي يخدم؟ غادي يخدم هذا راجل دخلتو، هذا راجل دخلتو عندو مزار الحمد لله، قزاره قزار كيبيع اللحم، خدموا معاه، خدم معاه مرة مرة، بدا كيعرف أمور الخدمة، الأمور تسليم، يعني شني كيتسير، كيف كتمشى الأمور تما، وكيشوف الداخل والخارج وهادي. من بعد كيلاحظ بعض الناس كيجيو عند هاد الراجل دخلتو، كيدخلو لعندو داخل شي موطع تما، شي بيت كيشدوه كدا وهادي، كيبقاو شحال تما وكيخرجو، المهم كيمشي وكدا هادي. والأمور مع مرة كيجينا قلتلكم ما كيعرفش مني كاين، ما هما الكليان اللي كيشرو اللحم، ما هما اللي كيجيبو اللحم. المهم الانسان عاوتاني بحال نقول شي فضولي، الانسان عاد خصو يعرف شني كاين، مرة مرة كيتجسس على راس دخلتو كيفاش شني كاين هنا، انا كيجيو هادو كدا، حتى عرف بان كاين واحد بحال نقولو حنا واحد السلطانو كيدخل ديك البيت، كاين شي درج كيهودو تما، شي سلطان مخبع تحت الارض كيهودو ديك راس دخلتو تما، مع ديك الناس كيخرجو بقا كيريد تما، حتى شي ناجبة شي غفلة دخل يطلل يتجسس شوف شني كاين تما، ملي دخل كيجبر بلان بالكوكايين. هاد راس دخلتو كيتعامل مع واحد المافيا كبيرة خطيرة مقيمة في أوروبا، وخاصة هولندا بلجيكا، كتعاطى في التجارة ديال الكوكايين والهيروين ديال المخدرات الصلبة. وهذا الراجل دخلتو تا هو عندو يد معاهم، هي كيستوكي لهم تما السلعة كتجي من بلجيكا، كيخبع تما عندهم. بزاف من هادو مخدم هاد الخدمة، هادي الخدمة ديالو، يجيو لك السلعة تستوكيها عندك، من بعد كتبقى تفرق، كيجي آخر كيدي جوج كيلو، هذا كيدي خمسة، هذا كيدي عشرة، هذا كيدي عشرين، هادي هي المهمة ديالو، هو كيخبع داكشي هذاك. وبزاف ديال الاشخاص عندهم محلات، عندهم مطاعم، عندهم قهاوي، وكيخدموا الخدمه هذه كيستوكيو السلعه، ومع المغاربه خاصه مع المغاربه، يعني الناس اللي كياكلوا ترافيك مغاربه ماشي الاجانب ولا هذه، كيخدموا مع المغاربه.
خاصة سروافة وجبالة ومات الشمال والعصابات المعروفة يعني العصابة ديال المافيا اللي في هولندا بلجيكا معروفة علاش ما نقول لكم القصص عليهم باش ما نعاود لكم عليهم. ودرجة خالتو كان كيتعاطى كيتعامل مع هاد العصابة هادي خاصة هي مقيمة في أوروبا وهولندا خاصة هولندا بلجيكا وكيبيع ويشري في الغابرة والكوكايين وكيخبر عنده بحال بزاف ديال الناس اللي كيستوكي عنده. المهم هاد العي هذا اللي هو اللي نازل عنده في الدار يعني يعني اللي كيجي المرا ديالو تجسس على بان راه الراجل دخلتو كيتساوى كيتعامل مع المافيا بيع وشرا الكوكايين وهادي وضربا قالوا خليها هيداك علي ما كاين والو. واحد المره كان كيتسارع عاوتاني كيدور تما في شي منطع وخاصه واحد السوق كاين في بروكسل عند الحاج مولان ديك واحد السوق بحال السوق ديال بحال السوق اللي كاين في الاسبوع اللي كاين في طنجه حنا نقولوا في المغرب ولا في طنجه سوق دعشابه ولا سوق كاسابارتا ولا كتجي بنادم كيبيع ويشري في الخضره ها الدانان ها التفاح الخضره كيبيع ويشري تما عادي يعني حتى في المغرب والسلعه ديال المغاربه والمغاربه كيبيع ويشري وكتبيعها بنادم اوروب بنادم اورو ها البطاطا ما بقيتش عادي الا مشيتي انت لهاد المكان هادو شي هاد ما نضرش لك الهضره انا باقي في المغرب. هو كيدور تما واحد النهار واتصل بواحد الولد عاوتاني كيعرفو وهاد الولد هذا شوفير ديال الكاميون يعني كيعمل خدام فواحد الرموك في الرموك على الشركه ديال الرموك يدي السلعه على برا ويجي اي صوت فاتصل معاه كيعرفون عندي عندك هضروا معاه بعطيتهم كذا هادي صافي صافي بقات هايده مره مره كتجيبها كيتلاقاو حتى الشوفير هذا باقي صغير ماشي واحد كبير راه ولا هادي. المهم واحد المره جبت خاوه مع بعطيتهم تجيب نص الهضره قال له يا ودي انا يلا هضرتي هنا قال انا حقا يا حارق كذا هادي اللي عندي هنا واقيلا شي 8 شهور كذا ما عرفتش منين كذا هادي. المهم قال له يا ودي انا كنعرف واحد الشخص هنايا من العائله ديالي عنده الغبره والغبره بصح ماشي شي حاجه صغيره ولا هادي هما كراتي نزفلوا عليها شي حاجه وندبر لي شي شاري كذا هادي هاديك عاوتاني كنشوف لك الكاميون شنو قال له قال له بلي انا ندير لك كيلو جوج سبيعة ولا لك ماشي هاد الحاجه اما دير شي كامبيره صحيحه شحال 50 60 80 كيلو 100 كيلو زفلوا عليها وانا نعمل معاك وكنكون هاو كنكون هاو مشارجي هاو المغرب ونخبعو ونهبطو بها بكلشي من الغابره بكنتينا ونهبطو المغرب وندبرو الشاري نبيعوها ونقسمو كدا وهادي. قال له صافي عمل معاه بدا كيري ديك الامور. واحد المره نفس المنظر هاد الشخص هذا مور موكا الشوفير كان كيصارجي شي كاندينا في هونغاريا صارجات تما شي حوايج ولا شي سلعه المهم شي حاجه هايده وسي هادو كان عامل معاه التليفون عيط له فلان كدا هادي صافي ساكن شي حاجه قال له هي كدا المهم صافي عمل معاه راه كياخد الامور عاوتاني غفل عن الراجل دخلتو ما كاينش تمايا دخل داك المنطع فتح كيجبر السخره كاينه جبر ديك الساعه دوز الزرده السخره كاينه. المهم عمر تمايا حشي الشكاير ماشي تسيك المهم عمر بصح تقريبا دار تقول لك 86 كيلو ديال الغابه اللي زاف عليها صافي ديريكت خرج مشى عندك خان مر بوكا فين هي عايده تبدو مع بعضيتهم عاودوا الامور فتح رموكا دخلوا داك الشيء هذاك قالوا انا تما قلت طلع صافي في الحين ما كاينش بقى الدوار مورا صافي اخر راه كنحاولوا عاوتاني من بلجيكا فرنسا فرنكا اسبانيا اش وقع في اسبانيا عاوتاني في اسبانيا كاين بعض العصابات العصابات كاين شركه دوليه اكثر فيهم مغاربه وكذا وطانيور جيريين وعصابه كانت عصابه اللي هي مع بعضها حتى شركه كبيره وكاين عصابه اللي هي منفرده كتخدم الخدمه هذه كيبراكيو في ما كنشربوا كاف ماشي اكثر في روتوروت ولا هذيك كيبراكيوها واكثر كيعرفوا شي سلعه كاين شركه كبيره كتسمح رموكا من دول اخرى من امريكان يعني عفوا من اوروبا الشرقيه مصيريه مشارجه بالاسلحه ولا مجم من روسيا مشارجه اي عنده ولا في شي دول عادي وكيبقى تابعينها واكثر هي هنغاريا هنغاريا معروفه كيتشارجوا تما التليفونات والايفونات وهادي وهما كيبقاو يتابعينها كاين شركه كبيره وكاين شركه اللي صغيره كتبقى تبركيه هيدا كتعس على الطريق تمشي رموكا من جهه كتخلط عليها. واحد العصابه كانت حساسه هيدا في روتور هيدا حتى تبعو هاد الرموكه هادي باش عيب راكيوها. المهم بقاو ماشيين معاها كذا تخرجوا لها في الطريق انا قلت لكم كيف كيعملوا عندهم داك الشيء منظم مع بعضيتهم معوه كيخرجوا هيدا بحال شي بارز ديال البوليس في الطريق كيمشي الطوموبيل كيطليوها الامور ديال البوليس كيطليوها بومبيه وكذا بحال انا موارد ديال سيفيل في الطريق. الرموكه الشوفير كيتبان ما يعمل ما حالته يوقف ما حالته ما يوقفش كيبقى في الشك ما يوقفش يكون المخزن ديال الصحه شي مشكل يوقف كيخاف شي حاجه ما كيعرفش. المهم حتى وقف براكاوه نزيد صافي وقفوا على السلاح صافي نزيد ما تنزل كدا هادي في الحين وما كيجيو كيف حرموك هادي طرقوا القفوله كيطرقوا كلشي كدا عندهم الحديد ديالو الفرقونتات ديالو عاوتاني الكاميونز ديالو كيشارجيو لي تما فان كيديو لي كيخصهم وكيسمحوا كيهربوا. الشوفير عنده اللورد ما يعملش ما يقاومش لو وقعتي حصلتي في الامور بحال هادي براكاج غير جلس
شوف بعينك يعني كشي عند الدولة مأمن كشي التأمينات والسيكورو وكذا، المهم هنتي لم يوقع لك والو. داكشي اللي قال شوف يبقى جالس إلا كيشوف بعينو صافي كالا وراه فيه ميخلا يهضر ويتكلم، هما فتحوا ديك الروبوكات داو داو كيسارجيو كيخويو، من اللي كيخويو شني عاد تصرفوا عاوتاني، عاد تصرفوا مع ديك العائلة ديك طنجة ولي مخبع ديك الروبوكا وداك الشكاية بالغورة اللي عنده ديك السيكر الكوكاين اللي عنده تما، جبرو هذاك تما قال اه كيفاش. ما فهموا والو كيف زعما زعما، لكن هنا ديما تجي من المغرب طلاق ولا ديما حرك مخبع طلع شي حرك، هذا هو المغرب كيفاش كذا هادي. وهاد الناس اللي كنا كيبريك هاد العصابه اللي كتبرا كي معاهم واحد الدري تا هو معاهم دري طنجاوي، واحد الطنجاوي ملي هضر مع ديك العائله كذا هضر معاهم يعني الهضره ديالنا معروفه طنجة يعني كيف كذا قال له كذا ما عرفش شنو يعني. ملي جاو طلعوا معاهم مجرم قالوا لا الدواء معاهم، شو كيف هذا كيف عادي وقع الدواء معاهم، خو داك الشيء داو تا داك السيكر قالو شي السيكر هما تما داوهم الدواء تا هما صافي صار مشاو بحالو مشاو الديور ديالهم الاماكن ديالهم. المهم عرفوا الطنجاوي كيف القصه ديالو قال لهم ديها كيفاش كيفاش انا درتي كاع الدواء عندي راس خالتي كدا ما عرفش ني الغابره كدا ورا لهم الغابره كدا بقاو مشلوطين. ملي صحصحوا شكون درت خالتك قال لهم دي فلان مطاع فلان فلاني كدا هادي عرفوه هذيك عيط طنجاوي اخر كي عرفوه قالوا هادوك راه صباح العصابه اللي خدام معاهم راجل خالتك راه صباح حنا خدمنا معاهم العصابه تما المغاربه فلان وفلان داك يسميلو كدا وهادي وخطير بصح خطير هاديك العصابه هاديك لبسها تعرفك راه يطحنك ما يخليوك شي بصح. وعاد المشكل هذا راجل خالتك مصنع ولا مع شي حاجه ولا يطيروا له شي راسو يقتلوها ولا هادي. المهم داو معاهم بقى معاهم هو الخوف وصاط مع الخوف يعني صاير معرف عصابه كبيره غادي يبقى معاهم هما هذوك الدراري عاوني تما ما جبر ديك العيط طنجاو عرفو توا طنجاو خليوه معاهم. المهم عجبو الغابره جبرو كدا بقى معاهم تما تا هو عاود الدنيا بقى معاهم. المشكله ما كانش شي بزاف عيجي اتصال خالتو كتعيط بالتليفون رد عليها ملي رد عليها يلا خالتي ما عرفتش شنو فيا قال لها انا في المغرب وهي خوتي مع التليفون تفون التليفون هرس له التليفون قال له علاش رديتي علاش لان في الساعه اللي عيط هذيك المافيا شاب راه دخلتو قال لك عيط له ما تعيط له هادي باش يعرفوا فين هو جبر الجي بي ديال التليفون انا في اسبانيا ماشي في المغرب عرفوا العيرة باقي راه في اسبانيا مخبع وعرفوا حتى الجهه يعني واخا ما يعرفوش منين كان بالضبط عرفوا حتى الجهه ديك العصابه عاوتاني راه صعيبه انا قلت لكم ديك الساعه تاع اسبانيا من ديك المدينه اللي هي فين هو هذه العائله ديك العصابه باش يفتشوا عاوتاني تما. المهم عيا كيف تشوا ما جبروا حتى شي حاجه رجعوا في حالهم عاوتاني مو عارفوا غير المدينه هو في المدينه الفلانيه ولكن فين هو لانه هما ما تبتوش يبص على قالوا قال يهضر مع التليفون كلاهي وكان عاد يعرفوا تما كان بالضبط ونبقى مخبع تماك. ملي بقى مخبع تما هذيك الدراري عاوتاني اللي هو نازل معاهم تما ديك الكبراكي عاوتاني شنو عاد يوقع لهم ساقوا الخبر بان العصابه كدا كدا راه كتفتش هنايا على كدا على ما عرفوا انا كيف تشعل ديك العائله عرفوا انا شاوي غير كيف تشعل كيف تشعل ديك العائله هذاك قال لك شنو غادي يعملوا قال لك خصهم ديك العائله تشوطاش ما بقاش متاداو شي حتى حنايا. المهم بغيت تشوطوا ديك العائله خلاص يمشي لحالك تدبع على راسك كدا يعني دابا عطاو شي بركه للفلوس قالوا لي مشي لحالك هذيك العائله عاوتاني شبر لك بركه فلوس شي بنادم كيكون باقي صغير العقليه ديالو صغيره ماشي ديك بنادم كبير وشارب عقلو كيكون مافيو صوت بصح شحال يتبان له عرجع لبلجيكا ملي رجع لبلجيكا عند خالتو عاوتاني ها راجل خالتو كدا روينه كان عند العصابه كدا قال لك ها فلان هنايا شبره صافي شبروه جبرو راجل خالتو مشبر تا هو كيعذبوه فيه قول لي ما تقول مع ديك العاي صافي كدا قال لك شني قال لك راه حقا شي العصابه اسبانيا دات لي كدا ما عرفش شني كدا والروينه وجا قال لها وهادي وهادي هاديك العصابه عاوتاني سمعت قال كلا اسبانيا ورينا فين عارفين المدينه هما مشاو كيفتشو عاوتاني حتى عرفوا الموطا ودخلوا بقى الحرب بصح الحرب طاحنه بيناتهم عاوتاني مع دات العصابه براكاج مع هاد العصابه هادي. المهم وبقاو ديك الحرب دخلت السلطه عاوتاني اسبانيا وانت كتعرفوا واش بخات عاوتاني المخزن واش باري ما تشبر واللي هرب عاوتاني هرب ومع الاسف ديك العيته هو تشبر عاوتاني كان بوري تشبر ومن تشبر عاوتاني كان شي واحد تارفاه يعني وكان قتلو هاد العيل مسكين كان مات يعني كان قتلوه وقاس الخبر ديالو الخبر ديالو كلشي عارفها الصحف كامل كتبان مغربي فلان تقتل ولكن ما عارفينش القصه علاش تقتل عارفين غير مثلا عصابه كتقاتل مع باقي تا وجاوها في الطريق وجات فيها القرطاسه وما عرفش شني لا هو بدو دخل في العصابه والراجل خالته تا هو بوبري عاوتاني راه سالو معاه وديك راه خالته تا هي سالو معاه العصابه كبيره ودخل واحد المصيبه وكان السبب خالته بنت خالته وراجل خالته تا هما مشاو مع هاد العصابه قتلوهم وهو بدو كتقتل. وهادشي اللي كاين اخوتي القصه اللي كنعرفوه هي هادي انا دائما كنعاود القصه على حسب اللي كنعرف باش ما نزيد حتى شي حاجه من عندي هذا الحق ديال القصه اللي كنعرف القصه هادي ولد هذا
واخا انا ما كنسميهش لان الوالد ديالو صاحبي والوالد ديالو بيدو كان بوري عايش معنا هنايا كان معنا في الجوطيه عثمان يا رحمن ومعروف بلا ما نسميه وهادشي اللي كاين وقت ما نطولش عليكم ونخلوش حاجه المره اخرى والسلام عليكم.